أنا أهنئ جميع المحاميات والمحامين المغاربة على وعيهم التام وعلى هذه المحطة التي نجحت بشكل متميز. هذا عرس مهني، والحمد لله كانت العملية الانتخاب تمت في أجواء ديمقراطية وشفافة ونزيهة وواضحة، فشكرا للجميع. أما برنامج العمل فسبق لي أن عرضت هذا البرنامج وخطط العمل على جميع النقباء والصدى أعضاء المجالس بربع أنحاء مملكتنا. فأنا أولا سأهتم بجميع قضايا المهنة، فأولويتي هي المحاماة ثم المحاماة ثم المحاماة والباقي تفاصيل. فبالنسبة لي فأشتغل على جميع القضايا الرهنية التي تقتضي تدخلا وتقتضي معالجة، إن على مستوى التشريع أو على مستوى السادة المسؤولين، وبالتالي فإن الجمعية ستنكب على ملف تعاضدية وعلى ملف قانون مهنة المحاماة وعلى الملف الاجتماعي للمحامي، وستنخرط بشكل إيجابي في جميع مشاريع القوانين بما يخدم المصلحة العامة ومصلحة التقاضي ومصلحة المحاكمة العادلة. فنحن جاهزون إن شاء الله لمد لأيدينا ممدودة للتعاون مع جميع الفرقاء ولتقديم مبادرات جدية وهادفة إلى تحسين وضعية المحامين على مستوى الممارسة وعلى مستوى قانونهم. فنتمنى إن شاء الله أن نوفق في هذه المهام التي أعتبرها جسيمة، ولكن إن شاء الله بالإرادة القوية وبالصبر وبالإخلاص، أقول بالإخلاص والجدية إن شاء الله سنصل إلى تحقيق كل هذه الأمانات.